التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعد جميع أهالينا بوجوده داخل كل قرية في مصر، وده من خلال مؤسساته زي راعي مصر اللي تودت بقافلة طبية بقرية هرم ميدوم بمركز الوسطى بمحافظة بني سويف لتقديم خدمة طبية بعدة تخصصات لكل أهالي القرية والقرى اللي حواليها. احنا بنتعود ان احنا نستهدف القرى الأكثر احتياجا اللي بعيدة عن الخدمات الطبية عشان نوفر عليهم الخدمات الطبية المتكاملة اللي موجودة معانا. بتوصل لناس ممكن يكون مش بتقدر تكشف، خاصة التخصصات اللي هي بتبقى يعني مش متوفرة في كل القرى زي المناعة وزي الروماتيزم والحاجات دي. القوافل الطبية اللي بتخدم كافة الشعب اللي هم محدودي الدخل في القرى والنجوع والأماكن النائية، بنتقدم لهم علاج مجاني، كشف مجاني. أكتر من 250 مواطن من أهالي القرية استفادوا من خدمات القافلة الطبية اللي شملت حوالي 3 تخصصات ووفرت عليهم وقت ومجهود كبير، وده طبعاً بالمجان لخدمتهم ودعمهم. قافلة كويسة جداً وناس محترمين وفي اهتمام وكل حاجة. الدكتورة جات وكشفت علي ولقيت عندي عملية وعملها ببلاش. جميع الدكاترة موجودين والإمكانيات عالية جداً، يعني متشكرين على اللي انتوا بتعملوه. خطة حماية اجتماعية بينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية. الخطة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأهم ما فيها القوافل الطبية اللي بتهتم بصحة أهالينا في كل قرى ومحافظات مصر.